نكمل بالتايم كومبلكسيتي او الكومبلكسيتي اناليسيز. فحكينا اذا احنا بنستخدم الكومبلكسيتي اناليسيز عشان اقارن تو الجوريثمز. هذول التو الجوريثمز لهم نفس الظروف. شو نفس الظروف؟ بيعملوا نفس الفانكشن، اثنين بيعطوا كوريكت اوتبوت، بيعملوا رن على نفس المشين او على ماشينز بنفس المواصفات عشان يكون فير كومباريزون. وقتها بيكون المقارنه لها معنى عشان اقرر مين البيرفورمانس افضل، للالجوريثم الاول ولا للالجوريثم الثاني. طبعا الالجوريثم في العادي البيرفورمانس تبعه هو بيكون بيعتمد على فاريبل معين. هذا متى بيكون بيعتمد على فاريبل معين؟ اذا كان الالجوريثم بيستقبل انبوت من الاند يوزر. يعني مثلا بحاله الالجوريثم اللي حكينا انه بيحسب الافرج لعلامات الطلاب، هذا الالجوريثم ممكن يكون بيستقبل عدد الطلاب من الاند يوزر. يعني هو ما بيعرف كم عدد الطلاب، وبتعرفه يعني اكيد بده يعمل فور لوب عشان يلف على حسب عدد الطلاب ويجمع العلامات ويحسب لها الافرج الى اخره. هذا الفور لوب هو اللي حيعمل لي تايم، هو اللي حياخذ وقت خلال التنفيذ. الان كل ما كبر الفور لوب كل ما زاد وقته، وكل ما صغر كل ما صغر وقته. الان المشكله حجم هذا الفور لوب بيعتمد على ايش؟ بيعتمد على انبوت خارجي. حجم هذا الفور لوب بيعتمد على انبوت خارجي، يعني بده يعرف عدد الطلاب مشان يعرف حجمه هذا الفور لوب. اذا عدد الطلاب 100 حجمه 100، اذا عددهم 10 حجمه 10، وراح يكون في فرق في الوقت. فهذا بنسميه الجوريثم بيعتمد على فاريبل خارجي. إذا ما بيعتمد على فاريبل خارجي، كامل الالجوريثم بنحكي إنه هذا التايم تبعه كونستنت. يعني بغض النظر كبير ولا قليل التايم تبعه، هو ممكن يتنفذ أونلاين حتى لو بأخذ ساعة. طالما ما بيعتمد على إنبوت خارجي تقدر تنفذه، ونتيجة تنفيذه تورجيها للإند يوزر بأي لحظة. ما في داعي كل مرة تعيد تنفيذ هذول الساعتين. فمشان هيك إحنا الألغوريثم اللي التايم تبعه كونستانت، يعني ما بيعتمد على إنبوت خارجي، هذا مش مهم مهما كان كبير التايم تبعه. في النهاية بنفذه مرة واحدة وبستخدم الأوتبوت قد ما بدي. أوكي، بس أنا الإشكالية عندي بتكون لما الألغوريثم بيعتمد على إنبوت خارجي، فما راح أقدر أحسب له الوقت إلا حسب الإنبوت اللي بيجي. عشان هيك راح تلاقينا بنحسب التايم كومبلكسيتي تبعته على إنها function of n. أحيانا هاي ال n بكتبوها small وأحيانا بكتبوها capital. هاي ال n بيسموها أحيانا، هون شايفين variable n، أحيانا بيسموه ال problem size. هذا هو الانبوت الخارجي اللي هو بحالة الإكزامبل اللي حكيناه إنه بحسب average لعلامات الطلاب، هو عدد الطلاب ال n. أوكي، فهذا ال f of n اللي هي time complexity. الاف هو التايم، ممكن نسميه تي اوف ان اذا بدكم. فالاف هو التايم، الرننج تايم اللي بيستغرقه الالجوريثم. الان الانبوت الخارجي اللي بيعتمد عليه هذا الالجوريثم. فاحيانا هذا كمان بيسموه ايش؟ الاف اوف ان اللي هو التايم كومبلكسيتي، احيانا بيكتبوه النمبر اوف ستيبس. ليش بسموه النمبر اوف ستيبس؟ لانه التايم في النهايه راح يعتمد على عدد الخطوات الموجوده بالالجوريثم، عدد الانستركشنز اللي بدي انفذها، مع كم كل انستركشن بتاخذ وقت. كم كل انستركشن بتاخذ وقت هي بتعتمد على البيرفورمانس تبع الجهاز اللي بيشتغل عليها. فمشان نشيل عامل البيرفورمانس، احيانا الاف اوف ان
بيكتبوه in terms of number of steps، عدد الخطوات اللي بيستغرقها الالجوريثم بدل ما يكتبوا زمن. اوكي، لكنهم proportional to each other. والان حكينا بنسميها احيانا الـ problem size، احيانا بسموها size of instance. اوكي، هاي الان احيانا ان كابيتال، احيانا ان سمول. فدائما الافيشنسي تبعت الالجوريثم اللي هي بتعتمد على النمبر اوف ستيبس اللي هي احنا نسميها حكينا اف اوف ان او تي اوف ان، هاي دائما بتكون as a function of the problem size، بتكون function من ال n سواء n small او n capital حكينا. طيب، فحكينا احنا لما نعمل analysis في عندنا ثلاث حالات أساسية، في الـ worst case وفي الـ best case وفي الـ average case. كتعريفهم يعني واضح، هم حكينا احنا خلص الـ complexity، time complexity هي عدد خطوات موجودة بالالجوريثم، كل خطوة بدها تنضرب بالزمن اللي بتستغرق الخطوة، وهذا الزمن حكينا بيعتمد على المشين، مشان هيك مش مهم اني اضرب فيه الزمن، لان ليش؟ لاني بالنهاية بقارن، انا بالنهايه الهدف مش اطلع ابسولوت فاليو للتايم كومبلكسيتي، الهدف اني اقارن الجوريثم بالثاني. فلو طلعت عدد الخطوات تبعت الاول وعدد الخطوات تبعت الثاني، اللي اقل خطوات هو الافضل. اوكي، لكن كيف احسب عدد الخطوات خصوصا لما يكون بيعتمد على انبوت خارجي؟ بدي في اني يا باخذ الورست كيس يا باخذ البيست كيس يا باخذ الافريج كيس. الورست كيس اني اخذ اسوأ حالي اللي هي ايش؟ اكبر عدد من الخطوات ممكن الالجوريثم يستغرقه. البيست كيس اقل عدد من الخطوات ممكن الالجوريثم يستغرقه، والافريج كيس الافريج نمبر اوف ستيبس. احنا حكينا بنعتمد الورست كيس. طيب شو معنى اني بعتمد الورست كيس؟ يعني اذا عندي الجوريثم واحد والجوريثم اثنين وبدي اقارنهم مع بعض، باجي لالجوريثم واحد بقول له التايم كومبلكسيتي تبعتك اللي هي عدد الخطوات بدي اعتمد أسوأ حالي عندك، يعني اكبر عدد خطوات انت ممكن تاخذه. فلو كان عنده عدد خطوات مثلا احيانا 20 خطوه، احيانا 30، احيانا 15، باجي بقول له أسوأ حالي عندك 30، بدي اعتمد 30 لإلك. الان باجي على الجوريثم 2 نفس الشيء بعمل فيه، بقول له انت مثلا احيانا عندك 10 خطوات، احيانا عندك 5 خطوات، واحيانا عندك 50 خطوه، بقول له بدي اعتمد أسوأ حالي عندك 50 خطوه. الان بقارن الأسوأ حالي هون مع أسوأ حالي هون، اللي اقل هي الافضل، فاذا هون الافضل عندي الجوريثم 1 لانه التايم كومبلكسيتي له او عدد الخطوات بالورست كيس تبعته افضل من عدد الخطوات بالورست كيس تبعت الجوريثم 2. هيك بتصير عمليه المقارنه. طيب، فهون مثلا بالرسم هاي الاكس اكسس هو ان، حكينا بسموه الانبوت سايز، السايز اوف انستنس او البروبلم سايز. اوكي، هذا اللي هو الفاريبل الخارجي اللي بيعتمد عليه الالجوريثم، وهنا هذا التايم كومبلكسيتي اللي احنا بنكتبها حكينا as a function of number of كنمبر اوف ستيبس بنكتبها. فكل الالجوريثم له بيست كيس وله افريج كيس وله ورست كيس، بعتمد الورست كيس. هذا للالجوريثم الواحد، هاي الرسمه لون الالجوريثم، مش هذا مش هذا الالجوريثم وهذا الالجوريثم وهذا الالجوريثم، لا، هذا كله لون الالجوريثم. فمشان اقارنه بغيره بعتمد له الورست كيس، بقول بدي اعتمد هذا الجراف لإلك لما اقارنك بغيرك. اوكي، طيب الان هذا اللي حكيناه هنا، وهنا كمان حكينا برضه هذا حكيناه الكلام اللي هو انا لما اقارن تو الجوريثمز
لازم يكونوا بيشتغلوا على ماشين بنفس المواصفات، بدخلهم نفس الانبوت بيعطوا نفس الاوتبوت. اوكي، لكن هذا اعطى الاوتبوت بزمن تي 1 اوف ان، هذا اعطى الاوتبوت بزمن تي 2 اوف ان. بقارن التي 1 والتي 2، الاقل بالورست كيس هو الافضل. يعني باخذ الورست كيس لتي 1، باخذ الورست كيس لتي 2، اللي اقل بالورست كيس تبعه هو بيكون الافضل بعد ما اخذ الورست كيس. لانه بدك تنتبه لما تاخذ الورست كيس بتاخذ الاعلى الالجوريثم الواحد، بعدين لما اقارنهم مع بعض بدي الاقل هو الافضل. طيب تتفرجوا هون على الرسمه، هاي الرسمه نفس الاشي هون الان وهنا التي اوف ان او النمبر اوف ستيبس، بس الان هاي الرسمه لتو الجوريثمز، هاي لالجوريثم 1 وهاي لالجوريثم 2، فبدي اقارن ما بينهم. الان بدي افرض انه هاي الرسمه الموجوده عندي هي الورست كيس تبعت الجوريثم 1 وهاي الرسمه هي الورست كيس تبعت الجوريثم 2، بدي اقارن ما بينهم، الافضل هو اللي الزمن تبعه اقل. طيب بصير السؤال انه هون في نقطه حرجه عندي اللي هو مسميها ان زيرو. ليش حرجه؟ لانه بعديها اللي اقل الجوريثم 2، الزمن الاقل لالجوريثم 2، فبقول الجوريثم 2 هو الافضل، لكن قبليها الزمن الاقل لالجوريثم 1 فباجي بقول الجوريثم 1 هو الافضل. فكيف نعمل الاناليسز هون؟ مين نحكي افضل، الجوريثم 1 ولا الجوريثم 2؟ الجواب انه في شيء اسمه بسموه الاسيمتوتيك اناليسز. الاسيمتوتيك اناليسز بتحكي بعتمد المقارنه as n gets very large، المقارنه بين الالجوريثمز بعتمدها للارج n. يعني إذا بدي أرجع على السؤال اللي شفناه هون، بقول بعتمد الجواب لقيم N العالية، بقيم N العالية algorithm 2 الزمن تبعه أقل من algorithm 1، فإذا بحكي الجواب هون algorithm 2 هو الأفضل. ما بصير أجاوب أقول إنه إذا الان اقل من ان 0 الجوريثم 1 افضل واذا اعلى الجوريثم 2 افضل، ما بصير، هذا خطا. بعتمد الجواب لللارج ان دائما. اوكي، وهذا حكينا بنسميه بالكومبلكسيتي اناليسيز بنسميه الاسيمتوتيك اناليسيز، اللي هو اني دائما بعتمد الافيشنسي للالجوريثم لقيم ان العاليه هي اللي بتقرر لي مين افضل. ليش لقيم ان العاليه؟ هون بصير السؤال، الجواب موجود بالبوليتس اللي بعديها، انه لما يكون ان سمول انبوت سايز كل الالجوريثم بيأدوا الغرض، ما بيكون في فرق بين الالجوريثم والثاني. اوكي، كيف ما بيكون في فرق بين الالجوريثم والثاني؟ يعني ما بيكون في فرق للعين المجرده. يعني انا عملت برنامج بحسب افريج، عملته بطريقة معينة وغير عمل برنامج ثاني بحسب الافرج. الآن إذا يعني عندي تو algorithms، algorithm 1 والجوريثم 2، كل واحد كتبه بيعملوا نفس الوظيفة. الآن هذا معمول بعدد خطوات عالية، هذا معمول بعدد خطوات قليلة efficient. لما إجيت أنفذ ولا عدد الطلاب 10 طلاب، الالجوريثم هذا اللي بأخذ عدد خطوات كبيرة أخذ 10 ثواني، أو خلينا نقول أخذ 10 أجزاء من الثانية أو 10 ملي سكند عشان يتنفذ. الألغوريثم الثاني أخذ 1 ملي سكند، يعني أقل منه بعشر أضعاف، لكن الاثنين 10 ملي سكند وال 1 ملي سكند للعين المجردة ما بتلاحظ الفرق، اثنين راح تلاحظ إنهم سريعات. فمشان هيك بنحكي لما تكون الانبوت سايز يعني بس 10 حجم الان كان، لما الانبوت سايز صغير ما بهمني كل الالجوريثمز بيأدوا الغرض، بالعكس على الاغلب راح اختار هذا الالجوريثم اللي باخذ وقت يعني حسب ما هو مكتوب هون اكبر. ليش؟ لانه اكيد راح يكون ارخص لما اشتري. هذا الالجوريثم اللي باخذ وقت اقل اكيد راح يكون اغلى،
لكن إذا أنا بعرف الانبوت سايز عندي صغير ما راح يفرق عندي، ما راح ألاحظ بالعين المجردة الفرق ما بينهم. فمشان هيك إذا you dealing with small input size كل الالجوريثمز بيعملوا بيأدوا الغرض، ما في فرق بين واحد والثاني. لكن الفرق بيصير إذا الانبوت سايز عندي كبير. عشان هيك قلنا الاسيمبتوتيك اناليسيز بيقول دائما لما تقارن بين تو الجوريثمز اعتمد المقارنة وهي ان كبيرة، لأنه هي ان صغيرة كل الالجوريثمز بيأدوا الغرض. اوكي، نشوف مثال واقعي ونختم فيه. هون بحكي افرض انه في عندي ثلاثة algorithms، الثلاثة بيعملوا نفس الوظيفة اللي هي sorting، يعني بيرتبوا، تعطيهم أرقام بيرتبوا الأرقام، أعطيهم 10 أرقام بيرتبوهن، أعطيهم 100 رقم بيرتبوهن تصاعدي، أعطيهم 1000 رقم بيرتبوا الأرقام تصاعدي، أعطيهم 100 ألف رقم بيرتبوا الأرقام تصاعدي. أوكي، فبيعملوا نفس الوظيفة، كلهم بيرتبوا وكلهم بيرتبوا صح، فإذا في منطق إني أقارنهم مع بعض. يجينا حسبنا كم التايم كومبلكسيتي لكل واحد، الاف اوف ان او التي اوف ان، بغض النظر كيف طريقه الحساب، لسه ما اخذنا طريقه حساب، بس الالجوريثم الاول لما حسبوا له طلع هيك. هذا الالجوريثم الاول طلع التايم كومبلكسيتي تبعه ان بلوج الان، بحيث ان عدد الارقام اللي بده يرتبها، ان هي عدد الارقام، يعني قلت له رتب 10 ارقام بيكون الكومبلكسيتي له 10 بلوج ال10، رتب لي 100 رقم بيكون 100 بلوج ال100، ان سو اون. الان هي عدد الارقام. الالجوريثم الثاني طلع الكومبلكسيتي تبعته ان سكوير، يعني اذا بقول له رتب لي 10 ارقام بده يستهلك 100 وحده زمنيه، ان سو. والالجوريثم الثالث طلع الكومبلكسيتي له ان تكعيب. الان عمل لي هون جدول يقارن لي، طبعا هذا هذول الثلاثه اف اوف ان وجي اوف ان واتش اوف ان بيعطوني عدد الخطوات. قلنا لازم دائما اذا بدي احسب زمن بدي اضرب بزمن الخطوه الواحده، فهون بيقول لي افرض انه الكمبيوتر اللي بيشتغلوا عليه زمن الخطوه الواحده بيستغرق 1 مايكرو سكند، فبعد ما يحسب عدد الخطوات من اي الجوريثم بضربها ب 1 مايكرو سكند مشان يحسب الزمن. فاجى هون قارن لي لقيم ان صغيره ولقيم ان كبيره، صار يزيد بالان شوي شوي للثري الجوريثم سيو، لان لوج ان، لان سكوير، ولان تكعيب. فاجا لما عدد الان صغير 10 الارقام اللي بده يرتبها، حسب للالجوريثم الاول طلع 33.2 من الخطوات، ضربها ب 1 مايكرو سكند طلعت معه 33 مايكرو سكند، هاي مايكرو سكند. للالجوريثم الثاني طلع 100 مايكرو سكند، للالجوريثم الثالث طلع 1000 مايكرو سكند. هذا إذا عدد الخطوات 10، إذا عدد الأرقام اللي بده يرتبها 10، إذا عدد الأرقام اللي يرتبها 100 طلع معاه 664 مايكرو سكند، هنا 10000 مايكرو سكند، وهنا 1 سكند طلع معه. اوكي 1 سكند. للألف زاد الرقم، إذا ملاحظين هون الألجوريثم الثالث صار 16 دقيقة بيستهلك، الثاني 1 سكند، أما الأول بعده بالمايكرو أو بالملي. يعني لما زاد الأرقام كثير 100 ألف صار هنا 1.7 سكند الأول، الثاني صار بالساعات، الثالث صار بالسنوات، الثالث مستغرق صار 31 سنة. فشو بتلاحظوا؟ لما الانبوت سايز صغير كل الألجوريثمز بيأدوا الغرض وما بلاحظ الفرق بينهم. صح في فروقات لكن كلها بالمايكرو سكند، بالعين المجردة ما راح تلاحظ الفرق، راح تلاحظ إنه كلها بترتب وبسرعة بترتب. أما كل ما زاد الرقم لما تروحوا لأعلى input size 100 ألف بصير بفرق، بصير وقتها بحكي لا أنا لمشان أجي أرتب مثلاً الطلاب حسب أرقامهم الجامعية، بجامعة فيها 100 ألف طالب بدي 31 سنة وأنا أرتب، ولا بدي 3 ساعات تقريباً وأنا أرتب، ما بزبطش. أكيد بدي أشتري الألجوريثم اللي بيرتب لي بثانية وسبعة بالعشرة من الثانية، فوقتها بيكون وورث اني ادفع فلوس على هذا الالجوريثم. اما اذا انا بعرف انه الانبوت سايز عندي قليل اتس نوت وورث اني ادفع فلوس على الالجوريثم، باخذ اي واحد فيهم ارخص واحد بيأدي الغرض، لانه ما في فروقات اذا الانبوت سايز صغير. اوكي، هذا معنى الاسيمبتوتيك اناليسيز وليش انا دائما بعتمد الكومبلكسيتي لللارج ان، وكيف انه السمول ان
بقدر اختار اي الجوريثم بيؤدي لي الغرض، ما في داعي اخذ الالجوريثمز السريعه وقتها. اوكي المره الجاي ان شاء الله نبدا بثيوريتيكال فريم ورك، نظريات تورجينا كيف بقدر احسب الكومبلكسيتي اناليسيز لالجوريثم معين. يعطيكم العافيه ونشوفكم المره الجايه.